في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9942 قضية تمونية متنوعة، من بينها 138 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3857 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 133340 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9383 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 10255 طن و492 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 107 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة و 51625 عبوة زيت طعام، كما تم ضبط 289 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة و 40615 عبوة زيت طعام و 41760 قطعة أدوات منزلية. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 115 طن أسمنت وأكثر من 400 طن حديد تسليح، إضافة لضبط أكثر من 52 طن أسمنت و 75 طن حديد في مجال بيع مواد بناء بأزيد من السعر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 322959 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 64328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3870 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 188 سائقا منهم، كما تم المرور على 212 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 921 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 حالات، كما تم فحص 849 مركبة تبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 558 سيارة و 62 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفة قائد الدراجات النارية تم ضبط 16489 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 784 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83558 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 67,957,415 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 258 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإجمالي مضبوطات 211,033، من بينها 173 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196,558 وحدة فنية متنوعة، كما تم ضبط 85 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 14,475 كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 216,167,859 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1986 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,170,799,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,966,108 جنيها.